السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إيمي العبد عبيد من يافا. زي ما عودناكم إن نحيي الأكلات الشعبية العربية اليافوية من مطبخنا العربي الفلسطيني. طبختنا اليوم هي الهندبة، اللي هي معروفة عندنا بالمطبخ اليافاوي الهندبة، وبالشمال معروفة هي العلت، والكل بيعرفها أكيد، والكل بيأكلها والكل بيحبها. وهي الأكلة إن شاء الله بنعمل الطريقة والكل بيشوفها. وهي الطبخة أنا تعلمتها من أمي لطفية السطر، اللي ورثتها من ستي معالي عايش. عنا المقادير هيك، في عنا هندبة مفرومة ومغسولة ومحضرة جاهزة، وعنا بصلتين، وفي طريقتين للهندبة، وفي كمان مع طحينة بنقدر نعملها، وليمون وسنتومة. وهلا احنا بدي اسلق الهندبة، وبعد السنة ان شاء الله بنرجع نشوف بقية البرنامج. هلا بدي احط الهندبة بالطنجرة ونسلقها. طبعا الكل بيعرف كيف بيسلقوها، يعني مش كل هالقد صعبة زي ما الكل بيعرف. وهلا بنحطها بالطنجرة. حطينا كوباية طحينة كبر البلاستيك، وهلا بدير ليمونة ونص أو ليمونتين على حسب الرغبة، ونحط معلقة صغيرة ملح، والسنتومة أنا برشاها بقلبها عشان الطحينة أسكى مع الطحينة أسكى السنتومة. بنحركها بنطريها بالماء خلاش يصير يابسة، لما تصير لونها فاتح. كتير كتير بسيطة بالمرة، يعني شغلتها مش صعبة. احنا عملنا الهندبة على طريقتين، طريقة مع طحينة وطريقة مقلبة. هاي الطحينة جاهزة، شوفوا كيف لونها صارت أبيض وحلو، وبعد ما صار لونها حلو وأبيض هيك وفيها ملح والليمون والسمن التومة بندير الهندبة. هذه الهندبة تعلمتها من ستي. أيام زمان كان في بيارات، كان عند أبوي بيارة ولقطة بالكميات كبيرة، ونقعد نفرم كل العيلة مع هذا نقب وهي نقب وهذا تفرم، وبنبعث للزارة ونبعث للخالة، يبعثوا اللي عنده بيارة يبعث للعيلة، يبعثوا هندبة وحمصيص وخبازة. كان أبوي الله يرحمه عنده بيارة، وكان دائما يجيب لنا. احنا نحضر هاي قربت تستوي، بس تصفر بنحط الهندبات، بنحط هلا الهندبه فوق البصل. بنحركها. Thank you.
زي ما انتوا شايفين اكلتنا سهله وخفيفه، عملناها على طريقتين، طحينه وبصل مقلى بين عزيزتين، وخفيفه شوف زي ما انتوا شفتوا ولا شيء فيها، وصحه وعافيه. هلا بنحط طريقه التقديم